اللي بيحب أفلام الإثارة وبيحب يتفاجئ ويكتئب في نفس الوقت يسمع الملخص ده، بس أنا هحاول خفف الاكتئاب على قد ما أقدر، بس مش ههزر كتير يعني لأن القصة لا تحتمل. يلا بينا بقى نشوف الفيلم ده بيقول إيه. بيبدأ الفيلم بالعيلة الجميلة السعيدة دي اللي في طريقها لبيتهم اللي أجروه جديد، والكلام ده تحديداً كان سنة 97، وهغير برضو الأسامي لأن بصراحة الأسامي دي أنا مش هضمها. هسمي البطل اللي اسمه جين هيبقى زين، وده أخوه اللي اسمه يو فهنسميه يوسف، معروفة يعني. هنخلي الأب شاكر والأم تهاني مع إننا مش هنحتاجهم كتير قوي يعني. العيله وصلت بيتها الجديد وهم على باب البيت، زين بيقول لنفسه انا اول مره اشوف البيت ده بس حاسس انه مألوف وحاسس اني شفته زمان. وعن الحاله الصحيه للعيله، يوسف كان عمل حادثه ومن وقتها وهو مصاب بالعرج، وزين بياخد دواء عشان كان بيتعالج من الاكتئاب. وهم قاعدين بياكلوا باباهم قال لهم ان الساكن اللي كان قبلنا ساب حاجته في الاوضه اللي فوقينا وقال محدش يفتحها خالص. حاول زين يفتح الاوضه بس يوسف منعه، حس كده ان اخوه اعصابه تعبانه فخرج يتمشى معاه شويه في المطره دي. وجه يوسف تليفون من باباه لانه كان عايز يجيب له حاجه. يوسف قال لزين استنى هنا وانا مش هتاخر عليك، ويوسف في طريقه للبيت هجموا عليه الناس دي وخطفوه، وزين ما قدرش يمنعهم بس خد باله من رقم العربيه. طبعا راح لباباه ومامته منهار وجابوا البوليس، وزين قال لهم على رقم العربيه بس هم قالوا له ان مفيش عربيات بالمواصفات اللي انت بتقول عليها. ركبوا ميكروفونات عشان يقدروا يراقبوا التليفون على اساس يعني ان الخاطف ممكن يتكلموا كده، بس فضلوا مستنيين ايام كتير وفي الاخر زهقوا ومشيوا. وفضل زين يحلم بالكابوس اللي بيحلم بيه دايما، وهو انه بيقول لراجل انا مش فاكر حاجه، والراجل ده دايما بيبقى عايز يقتله. هو مش بيبقى شايف الراجل ده كويس في الحلم، بس مع كل حلم كان بيقدر يجمع ملامحه اكتر. مر 19 يوم وفجاه دخل عليهم يوسف بس ما عندوش اي ذاكره عن ال 19 يوم اللي اتخطف فيهم. تاني يوم لما زين صحي جه ياخد الدواء بتاعه بس وقعت منه الحبايه، ويوسف دخل عليه فنسي ياخد حبايه تانيه. المهم بالليل قعد زين يذاكر لحد ما نام على المكتب، جه يوسف جنبه كده وعمل له بالقلم لحد ما السن وقع. مش عارفة بصراحة وعمل الحركة دي ليه، هل عشان يصحيه ولا عشان يتأكد انه نايم. المهم لما خرج زين صحي وقام وراه، واول مفاجأة اكتشفها ان يوسف مش بيعرج وبيمشي عادي جدا. فركب تاكسي وراح وراه ودخل مكان كده غريب، شاف المكان ده الاتنين اللي كانوا بيحققوا في خطف يوسف، ويوسف بيتكلم معاهم عادي جدا. المهم شافوه وطردوه واستخبى منهم بأعجوبة، بس فجأة ظهر يوسف من وراه وكممه كده. بعدها زين صحي وهو في نفس مكانه على المكتب، فكده من الواضح ان ده كان حلم، بس هو متاكد انه ما كانش حلم، ودخل واستخبى في الحمام وانهار وقال ليوسف انت مش اخويا، هو اخويا فين وانتوا عملتوا فيه ايه وحاجات زي كده يعني، وانا شفت الاتنين اللي كانوا عاملين فيها شرطه وشفتك كمان هناك بتتكلم معاهم. ولما خرج من الحمام حصل مشادات كده بينهم وفضل مش مصدقه، بس يوسف هداه وقال له ان كل اللي انت بتقوله ده كان حلم، وانا ما اعرفش حاجه عن الناس دي ولا على التاكسي اللي انت ركبته ورايا. فساله هو انت كنت خدت الدواء امبارح؟ افتكر كده زين ان الحبايه وقعت منه وما خدهاش، فهدي واعتذر له. وبعدها خرج يوسف، ولسه كنا بنقول انه حلم، بس فجأة زين لقى سن القلم الرصاص على المكتب وافتكر لما يوسف كان بيهديه وقال له انا معرفش حاجة عن التاكسي اللي ركبته، على الرغم انه ما قالوش اصلا انه ركب تاكسي وراقبه. يبقى كده اكيد مش حلم، مامتهم وباباهم ما كانوش معاهم الليلة اللي فاتت، بس دلوقتي رجعت مامته وراح حكالها على كل حاجة وقال لها اللي هنا ده مش يوسف يا ماما، فهي هديته ودخل ينام. قام بالليل وسمعها بتكلم حد وبتقول له الوغد كشفنا، طبعا تقصد زين بالوغد ده. وحصل شوية أكشن كده ومرمطة، آخرها إنه قدر يهرب ويروح لإسم البوليس يبلغ، وهنا حصلت المفاجأة. من بياناته قدروا يعرفوا سنة ميلاده. أمين الشرطة بيسأله أنت عندك 41 سنة صح؟ فقال له 21 سنة يا عم أنت هتكبرنا ليه؟ الضابط قال له طب بص يا حبيبي أنت مواليد 77 إزاي تبقى 21 سنة؟ فزين قال له طب ما عادي ما إحنا في سنة 97. الضابط قال له لا أنت شارب حاجة بقى، إحنا حبيبي في 2017 حضرتك. وبص في المراية وفجأة شاف نفسه بالشكل ده اللي يجيب 51 61 سنة أصلا يعني مش 41. ورجع على البيت تاني وهو تحت سمع اغنيه شغاله بصوت عالي، والصوت جاي من الاوضه اللي المفروض انه ما يدخلهاش. باب الاوضه كان مفتوح ودخل الاوضه ولقى موديل بلاستيك عليها دم كانها واحده مقتوله وفي دم على البيانو. دخل يوسف الاوضه وقال له فشلت خطتنا لتاني مره، وقفل الاغنيه. سالهم زين انتوا مين؟ يوسف قال له هو ده بس اللي انت عايز تعرفه؟ متهيألي في حاجات تانيه تحب تسمعها. قال لهم انتوا مين وعملتوا ايه فيا؟ فحكى له الحكايه اللي انا هلخصها لكم. الكلام ده كان من 20 سنه تحديدا في ديسمبر سنة 97 لما اتقتلت ست وبنتها والشرطة ما قدرتش تحل القضية واتأيدت ضد مجهول، وفات سنين كتير والقضية اتنست، بس قرر أهل الضحيتين إنهم يكلفوا ناس تدور على القاتل وجابوه اللي هو زين. أما ده فهو يوسف على فكرة، بس هو عامل فيها لوك المحققين وكده، عشان أنا بصراحة كنت فاكراه واحد تاني فقلت أنبهكم. هنا كان بيحاول يوسف إنه يخليه يعترف عشان يعرف هو قتلهم ليه، فزين قال له وربنا ما فاكر أي حاجة خالص وكان هيقتله، بس هو مش عايز يموته غير لما يعرف إيه دوافعه للقتل.
ولا عمل ده من نفسه؟ ودي كانت الأحلام اللي كان كل شوية زين يحلم بيها. يوسف لما حس إنه زين مش فاكر بجد جاب له مين؟ شاكر اللي كان عامل دور الأب. ده كان شغال في الشرطة كخبير في التحقيق بالتنويم المغناطيسي القانوني، يعني مش تنويم كده تحت بير السلم، لا قانوني. فبعد الكلام معاه اكتشف فعلا إنه مش فاكر أي حاجة ومخه ماسح كل الذكريات المؤلمة. والله يا بخته بيقدر ينسى المواجع وإحنا ما نسيناش. المهم فكر شاكر في طريقة تخليه يفتكر اليوم ده، إنه ينومه تنويم مغناطيسي، وخلى ذاكرته تقف عند الفترة اللي كانت قبل الحادثة تحديدا في شهر مايو سنة 97. وجابوا له تهاني الممثلة اللي مش لاقية شغل دي تعمل دور أمه، فقالوا لها بصي أنت هتمثلي في فيلم ولا أفلام يوسف شاهين، هتبقي بتمثلي كده وأنت مش فاهمة القصة أصلا. المهم بعد ما شاكر فربط له مخه ونزل له ويندوز جديد سأله إحنا في سنة كام؟ قال له 97. طب عندك كام سنة؟ قال له 21. وأسئلة تانية عشان يتأكد إنه لما هيصحى هيصحى بذكريات قبل الحادثة، يعني من 20 سنة. وفعلا صحى وهو في العربية وهم في طريقهم للبيت، بس بقى بالشكل الأربعيني ده مش العشريني. أخدوه طبعا على نفس البيت اللي حصلت فيه الجريمة، وهو لما حاول يدخل الأوضة يوسف منعه وخرجه بره البيت. ليه؟ لأن كان في ناس هناك في الأوضة بتخليها بنفس شكل مكان الجريمة عشان لما يشوفها يقدر يرجع بالذاكرة ليوم الحادثة. وشغلوا كمان نفس الموسيقى اللي كانت شغالة وقتها، وكان لازم يدخلوه في الحالة دي اليوم ده تحديدا عشان كانت الدنيا بتمطر. بس خطتهم ما نجحتش بسبب الناس اللي جت خدت يوسف يوم المطرة. بالمناسبة ده ما كانش خطف، ده كان البوليس بيقبض عليه علشان عليه بلاغ احتيال. يوسف بيقول له انا عملت المستحيل عشان اخرج من القسم وقلت هكمل الخطة عادي جدا، بس للأسف الجو كان مشمس وما كانش فيه اي احتمال لاي مطرة، ده غير ان تأثير التنويم المغناطيسي ابتدى يروح من مخك. هنا واخده في العربية وبيقول له اديك عرفت كل الحكاية. فرد زين وقال له بس انا ما قتلتش حد. يوسف قال له انت لسه بتنكر، انت خلاص هتموت. فحاول يهرب منه وفضلوا يجروا ورا بعض كده وحصل اكشن كتير، بس بعد ما هرب جت العربية خبطته. لما خبطته ابتدت ترجع له الذاكرة اللي هلخصها لكم دلوقتي. في شهر مايو سنة 97 كان في نفس المشهد في العربية، بس المرة دي مع عيلته الحقيقية السعيدة، بس عملوا حادثة وراح فيها بابا ومامته واخوه فضل في المستشفى بين الحياة والموت. وهنا الدكتور بيقول له انه محتاج عملية ضروري عشان يقدر يعيش. هو ما كانش معاه فلوس وحاول كتير يدور على شغل، وطبعا كان بيطلب من الناس تقبضه الاول علشان محتاج فلوس، بس ما حدش كان بيرضى وخايف يفقد اخوه كمان. وهو قاعد يائس لقى حد بيبعت له انه مستعد يديله فلوس مقابل انه يقتل واحده. اتردد وبعدين وافق، واللي كلفه بالقتل اداله العنوان وساب له المفتاح في الماسوره دي وقال له ما تموتش غير الست بس. دخل البيت وهو ماسك السكينه. لما دخل الاوضه وشاف الطفل رجع في كلامه، وهو خارج الست خرجت وقال لها انا همشي بس ما تصوتيش. والبنت نازله من على السلم شافته قامت مصوته وقال لها ما تصوتيش، وبعد اكشن كده موتهم غصب عنه وهو بيحاول يوقفهم عن السويت. زق الام على الكاسيت فاشتغلت الاغنيه اللي احنا قلنا عليها، وهو نازل من فوق خرج الولد الصغير ده وقال له فين ماما؟ قال له عد من 1 لـ100 وانت تحت البطانيه وهتلاقي ماما في وشك. وهو جاي يخرج بص على الصوره دي لقى صوره الدكتور اللي بيعالج اخوه متصور معاهم. الولد الصغير كلم باباه في التليفون وعرفه اللي حصل. بعدها زين راح للدكتور وقال له انت ازاي تعمل كده في عيلتك؟ قال له بسبب فلوس التامين، طلع راجل ناقص وحوار فلوس كده من مراته حاجه يعني قرف. وطبعا الدكتور اتخانق معاه عشان موت بنته، فالخناقه انتهت بان الدكتور وقع من على السطوح ده. لما فاق زين في المستشفى يوسف كان عنده وهدده انه هيقتله بالحقنه دي، وساله ايه اللي خلاك تقتل الست وبنتها؟ قال له حد سلطك؟ اكيد طبعا انتوا خمنتوا دلوقتي مين يوسف. هو الولد الصغير من الدكتور اللي خلاه يعد من 1 لـ100. بيساله الدكتور هو اللي خلاك تقتلها؟ المهم كشف له عن شخصيته وقال له انا اتربيت في ملاجئ بسببك. ومش عارفه ليه زين قال له لا انا اللي عملت كده لوحدي مش باباك اللي قال لي يعني. يوسف قال له على فكره انا عارف ان بابا اللي عمل كده عشان ياخد فلوس التامين. المهم زين اتعذب من كلامه اكتر، وهو اصلا كان متعذب من زمان بسبب الجريمه دي، ويوسف كمان كان متعذب بسبب موت اهله وحياه الملاجئ اللي عاشها، وحتى ما قدرش يموته. فخرج يوسف من عنده ورمى نفسه من شباك المستشفى، وفي نفس الوقت زين خد الحقنه اللي سابها يوسف على الارض وانتحر، والفيلم خلص. طب يعني كنت انتحرته من زمان اسهل. يلا معلش، لو عجبك الملخص ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب لقناه اليوتيوب.